أغاني مثل لأ لأ افرض مثلا يعني، والكلام بيجيب كلام. أغاني معروفة لحكيم المطرب الشعبي المشهور، صاحب ألبومات عديدة ومشارك في بعض الأفلام. يبدو أن الكلام على السوشيال ميديا جاب كلام لحكيم، دعونا نرى كيف. مؤخرا تداول الناس على وسائل التواصل هذه الصورة وقالوا إنها لانقلاب سيارة حكيم بعد أن تعرض لحادث على طريق السويس وأنه نقل إلى المستشفى. المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية طارق مرتضى نفى تعرض حكيم الحادثة وقال إنه بخير ولم يذهب إلى المستشفى، وأن سيارة كانت تسير إلى جواره انقلبت، فربط البعض عن طريق الخطأ بين وجود حكيم في المكان وبين ذلك الحادث. لكن بعد نفي النقابة نشر حكيم فيديو وهو في المستشفى أكد فيه تعرضه للحادثة وطمأن جمهوره. هذا ما قاله حكيم. السلام عليكم، قدر الله ما شاء فعل، عملنا حادثة بالعربية وبس، احنا كلنا بخير الحمد لله، سواء بس في شوية كدمات وشوية حاجات بسيطة كده، دعواتكم لينا بس الحمد لله انها جت على خير الحمد لله. هذا الفيديو أغضب نقابة المهنة الموسيقية، فقال المتحدث باسمها مرة أخرى طارق في طارق مرتضى يقول أن النقابة تعلن ازدراءها مما فعله حكيم ومحاولة افتعال موجة إعلامية ضارب بمشاعر محبيه وجماهيره عرض الحائط، متناسيا أن نقابة المهن الموسيقية ونقيبها ومجلس الإدارة تحركوا بسرعة للإطمئنان عليه وطمأنة الجماهير لأنه أحد نجوم الأغنية المصرية. حكيم رد على تصريح النقابة في تصريح إعلامي وأكد مجددا أنه تعرض للحادث أثناء عودته من إحياء فرح في الساحل الشمالي يوم السبت. وقال حكيم: والله عملت حادثة وكانت حادثة خطيرة كمان، لأن السيارة انقلبت 3 مرات تقريبا، لكن الحمد لله ربنا نجاني أنا والسائق. حكيم لم يكتفي بذلك الرد، بل نشر فيديو على وسائل التواصل للسيارة التي ظهرت في الصورة التي تداولها الناس. أرفق تعليقا على الفيديو قال فيه: الحمد لله بفضل العناية الإلهية ودعوات الناس لي اللي بتحبني خرجت سليما من الحادثة هذه، الحمد لله ربنا يحفظ الجميع. على وسائل التواصل علق الناس على الحادثة وأبدوا رأيهم. هنا تعليق من صبحي: بعد كده ما حدش هيصدق كلام أي فنان يقول أنا مريض أو حدث لي حادثة أو حدث لي حادثة، وربما بيقول تمارضوا فتمرضوا فتموتوا. ربنا طبعا يقول كده، ولكن لا سمح الله على كل إنسان. ناتالي تقول: ليه يعني ربنا سترها معاه؟ هو لازم بعد الحادثة يكون في حالة خطرة والعناية المركزة ومش هيعيش؟ مينو أحمد: يعني واحد زي كده كبير وعاقل والمفروض محترم، تقف تصور العربية المقلوبة أو المقلوبة، ده عقل وقلب إيده. عموما كما تدين تدان وبس.